برحب بيك يا كابتن ايمن شوقي، ومبروك عليك ومبروك على كابتن الكبار في الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي. الفرحه كبيره، وهي دي النادي الاهلي. ثقتنا كانت كبيره جدا في كل اللعيبه، ويمكن اتكلمنا على هذا الامر. موسيماني، الجهاز الفني، الكابتن محمود الخطيب، القيمه الكبيره ودوره الكبير والرسائل المهمه جدا. فرحه كانت كبيره جدا النهارده بعد الفوز الاول في كاس العالم للانديه على فريق الدحيل. كنا ممكن نحرز اكتر من هدف، لكن هم دول لعيبه النادي الاهلي، منتظرين منهم كمان الكتير. انا معايا الفرحه الكبيره ومعايا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ابدا معاك، شفت المباراه ازاي؟ حابب تقول للعيبه الرجاله، مباراه صعبه ومباراه مهمه، لكن النادي الاهلي قدر ان هو يحسم اول مباراه، شايف المباراه ازاي؟ اولا الحمد لله ان احنا كسبنا، وبنهني النادي الاهلي، مع اننا كنا مكسب يعني ممكن نكسب 3 4 اهداف، وبرده كان في تغييرات، كنا محتاجين كهربا ومحمد شريف ينزل. بس اقول يعني الحمد لله ان احنا برده ايه وصلنا كده. احنا كمان هنقعد في قطر، وفي ماتشين كمان ان احنا نوصل نعادل اوكلاند سيتي، يبقى اكبر فريق يعني ما شاء الله. لعبنا 15 مباراه هناك زينا، يبقى احنا واوكلاند سيتي. فالحمد لله ان احنا كسبنا النهارده، وربنا سهل ان شاء الله. تقولي لكل اللعيبه الفتره اللي جايه ومباراه بايرن ميونخ تحديدا. طبعا ده ماتش عالمي، وانا فرحان ان احنا نلعب بايرن، حتى لو احنا ما كسبناش يعني ان شاء الله، حتى نلعب ثالث ورابع. واتمنى الماتش الجاي بقى ان شاء الله كهربا وشريف الناس دي تنزل، وهيساعدوا معانا في الهجوم ان شاء الله. مستمرين معاك اكيد يا كابتن ايمن، ويمكن طبعا اعضاء الجمعيه العموميه والفرحه الكبيره. حابب تقول للعيبه وشايف المباراه النهارده ازاي، وبتشوف اداء النادي الاهلي ازاي؟ والله اللعيبه انا ببارك لهم من قلبي، والجهاز الفني ومستر موسيماني بيثبت من مباراه لاخرى ان هو مدرب كبير وقدير فعلا، ولعيبه بصراحه بيستحقوا اوسمه من الدرجه الاولى الممتازه. ويعني انا كاعضاء للنادي الاهلي فرحانين فرحه كبيره جدا، وان اللعيبه يعني كانوا فعلا قدر المسؤوليه وقدموا مباراه رائعه جدا وممتازه، وهو ده النادي الاهلي. للنادي الاهلي ده قيمه وقامه، حاجه كبيره جدا على مستوى العالم العربي. واللعيبه قبل المباراه بايرن ميونخ، حابب تقول للعيبه النادي الاهلي؟ انا بقول لهم فوز النهارده ده بيديكوا دفعه كبيره، وبيرفع من روحكم المعنويه، وان شاء الله بيحفزكم ان انتوا تعملوا حاجه. وانا متفائل برضو للمباراه القادمه امام بايرن ميونخ. النادي الاهلي قيمه وقامه. الف مبروك ليك والف مبروك لك. مستمرين معاك كده كابتن ايمن، فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. حابب تقول لي على الفوز الاول، وشفت اداء الرجولي من لعيبه النادي الاهلي ازاي؟ الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك كمان لمحمود الخطيب. والنادي الاهلي احسن نادي في افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله هناخد كاس العالم ان شاء الله. تقولي لكل اللعيبه ورساله مهمه قبل المباراه القادمه. ان شاء الله يقفوا الرجاله زي ما ماشي النهارده، ويكسبوا ان شاء الله 1-0 برضه ان شاء الله. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، فرحه كبيره وفرحه مهمه جدا، الكل بيفرح النهارده مع فوز كبير ومهم جدا على فريق الدحيل القطري. تقولي لعيبه النادي الاهلي الرجاله على ادائهم وفوزهم المميز جدا ده، وحابب تقولي للعيبه وموسيماني والجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب اللي له دور كبير جدا هناك في قطر. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي واللعيبه، اللعيبه كلها كويسه الحمد لله، وان شاء الله نعمل اداء كويس بالنسبه قدام فريق البايرن. بس في ملحوظه يعني، في لازم دعم في بعض المراكز، وخاصه مركز الاسترايكر لازم مهاجم سوبر سوبر سوبر، لان طبعا حضرتك شفت الشوط الثاني كل الفرق رجع ورا. طب ليه؟ ليه؟ طب ما احنا خلينا بنفس المستوى بتاع نفس الاداء بتاع الشوط الاول، ليه نرجع ورا في الشوط الثاني؟ بس شايف مباراه بايرن ميونخ اللي جايه ازاي، سواء النادي الاهلي فاز او لا قدر الله حصل اي حاجه، لكن ادائهم رجولي ويستحقوا الصراحه ان هم يكملوا في البطوله. انا بطلب من اللعيبه بس ان هم يلعبوا اللعب العادي بتاعهم، وما يبقاش في رهبه قدام بايرن ميونخ. نطلع بمستوى كويس وباداء كويس بصرف النظر عن النتيجه. والف مبروك للنادي الاهلي. فرحه كبيره جدا اكيد يا كابتن ايمن، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه في كل مره. جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي طول ما هم ورا فريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، لحظه بلحظه وتغطيه خاصه من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وفرحه اعضاء الجمعيه العموميه بعد فوز النادي الاهلي على فريق الدحيل القطري. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن والاستوديو التحليلي.